طبقا التعليمات تاع وزارة الداخلية ووزارة الصحة. هذه العودة هذه جات في واحد الظروف اللي هي جد صعبة، لأن المقاهي والمطاعم كلها توقفت لمدة أكثر من 3 شهور ونصف. الجميع استجاب لهذا التوصية، هذا الطلب ديال الإغلاق بدون أدنى مشكل، لكن اليوم في الرجوع عندنا بزاف، شهدنا بزاف ديال الحالات. يعني في مدة ديال 3 شهور ونصف لحياة الساعة ما كانش واحد التفاتة مادية أو لا معنوية بالنسبة للمقاهي والمطاعم. احنا عارفين توقفوا الأرزاق ديالنا وقبلنا للمصلحة العامة للبلاد، لكن طلبنا باش يكون واحد المواكبة تقنية، واحد معنوية ومادية. المعنوية اليوم كنشوفوها، كنتفاجئوا بهذه القرارات ديال الزيادات للأسف خارج القانون. واحد العدد ديال المقاهي والمطاعم ما قدرش ترجع، لأن الله يكون في العون الظروف ديال حتمت عليهم أن عندهم اليوم 3 شهور ونص ديال الكراوات ما تخلصاتش، عندهم واحد العدد ديال التراكمات ديال الديون. وما لأن الحل الوحيد اللي كان عند المقاهي والمطاعم في هاد الفترة كاملة وهي الالتجاء إلى الأبناك، وهذه ما كانتش في الجميع قدر يدخل ليه. المسألة الثالثة واللي هي كنشوفوها واليوم اكتشفناها، أن وهذا الشيء ماشي على صعيد المغرب كامل، بل فقط في بعض المناطق اللي تفاجئوا واحد العدد ديال المهنيين بأنهم خاصهم باش يعاود يرجع للعمل حتى تفرض عليه حتى يسني واحد الالتزام. وهنا كنعاود نوجهوا النداء ديالنا لوزارة الداخلية باش يتراجعوا واحد العدد ديال دفاتر التحملات. للأسف هذا ما كيزيد إلا يدمر المعنويات ديال الناس اللي توقف الأرزاق ديالهم لواحد المدة ديال 3 شهور ونص وما شافوش واحد العودة، واحد المواكبة من طرف الجهات المختصة. كذلك هنا قدمنا احنا على بعد 2 ولا 3 أيام باش يتم العرض ديال القانون المالية المعدل. هنا كنتمنى وكنوجه الدعوة ديالي للجميع، اليوم غادي يدوز من الحكومة وغادي يتمر الغرف التشريعية البرلمان والمستشارين، كنتمنى ان يتم تدارك الموقف وتشجيع، لان الوضعية الاقتصادية راه صعيبة، المواطن الله يكون في العون ديالو، كنتمنى تشجيع ويتحيد واحد العدد من التفاوتات والتباينات اللي كاين عندنا في النظام الضريبي ديالنا، يتم تشجيع الاستهلاك بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة والحياد الضريبي بالنسبة لهذوك الشركات الصغيورين اللي ما كيتعداش رقم المعاملات ديالهم واحد 500 ألف درهم. كنتمنى في القطاع ديالنا كيعرف واحد العدد ديال التباينات، لأن كيف ما غيتبدل الوضعية ديالك كشخص ذاتي أو لا شخص معنوي أو لا مقاول ذاتي، فكيتم التفضيل وكيكون عندك واحد العدد من التحفيزات الضريبية اللي ما عندش الشخص الثاني. وفي بالنسبة للمواطن ما كيعرفش هذه الإكراهات، كيعرف هذا سميتو قهوة، هذا قهوة واحدة، هذا قهوة ولا مطعم. هنا كنعرفوا ما كيفرقش ما بين هذا راه شخص ذاتي ولا معنوي ولا عنده إكراهات. هنا كنطلبوا من الحكومة ونطلبوا من الغرف التشريعية أنها تجاوز هذه الوضعية وتصححها في إطار القانون المالي المعدل، خاصة المادة 91 والمادة 99 والمادة 92. من بين الإشكاليات اللي عندنا احنا اليوم خصنا المواكبة، لأن هذا القطاع قطاع خدماتي بامتياز، احنا مخدمين الخدمات كنعتمدوا على اليد العاملة، فاليد العاملة اليوم مهددة لأن إلا ما كانش إقبال، إلا كان عندي ضغط ضريبي، إلا ما عندناش بزاف الحوايج، فأكيد أن غادي نتجهوا إلى واحد العمليات، غادي نقدروا نشهدوا في القطاع كامل وعلى صعيد المغرب واحد عملية تسريح العمال كبيرة. لذا كنطلبوا من الدولة أنها تلتجأ للإمكانيات ديالها، كيف ما كتمنح المقاولة الناشئة المساعدة في الشارج باترونال، يعني على طريق لانابيك مثلا بنفس المقاربة، ماشي هما الآلية تلقاها الدولة والحكومة خصها تلقاها باش تعاوننا على باش نقدروا نحافظوا على هذه اليد العامله اللي مشغله في القطاع ديالنا، وتساعدنا في المساهمات ديال لا سي ان اس اس من ابتداء من هذا نصف السنه الجاريه الى غايه نهايه 31/12/2021. كذلك كنطلبوا من الحكومه المغربيه اننا كيف ما سبق لي وشرت، الى اليوم كنحلوا كتشوفوا القدره الشرائيه ضعيفه، كتشوفوا حنايا عندنا تراكمات في هذا القطاع ديال اكثر من 3 شهور ونص ديال الكراوات ديال واحد لو مون كاغاني، احنا ما كنهضروش عليه، كنهضروا غير على المصاريف اليوم
وضغط ضريبي كبير، ظروف اقتصاديه صعيبه، فما بغينا شيء نشوفوا روسنا حنايا مطالبين بالضريبه المهنيه مثلا. واحد العدد ديال المحلات ما قدرش تحل نظرا لواحد العدد ديال الاكراهات، منها ما عندهاش باش تصرف باش تزيد مصاريف اخرى. واحد العدد ديال الناس التجؤوا لواحد القاعده، يعني اللي كتقول الا ما قدرتيش توقف الحريق على الاقل كنوقفوا الخسائر. الناس ما بغاش تحل باش ما تزيدش خساره على خساره، لان المصاريف غتكون اكثر من المداخل. اتمنى هذا القطاع يتخذ بعين الاعتبار، لان قطاع مهم كيشرف الدوله ديالنا، كيشرف وصلنا لواحد مستويات كبيره فيه. كنتمنى ان تتم المواكبه ديالو، تتم المواكبه ديال المقاوله الصغيره والجد الصغيره اللي هي الكتله الكبيره في هذا القطاع.